غرفة الفرز والتعقيم الذكية أصبحت جاهزة للعمل، غرفة ابتكرها عدد من طلبة وأساتذة المعهد العالي للدراسات التطبيقية بالقصرين، وسيتم تركيزها أمام قسم الاستعجال بالمستشفى الجهوية للتعقيم والفرز الآلية للوافدين عليها. حاولنا نطور الفكرة هذه ونزيد بعض الخصوصية للمشروع هذا من خلال أخذ أو قيس حرارة الجسم على البارتي فرونتال بيان سور نتاع لو فيزيتور اون سو بوين ديريكتومون على البارتي فرونتال دون مانيير ان بو انتيليجونت سيليكتيف اي بريسيز باش ناخذوا حراره قريبه برشا لحراره الجسم، يقع بعدها اخذ القرار اليا من خلال الشرائح الالكترونيه الموجوده بالغرفه هذه. الموديل هذا اللي صورتوه توا هذاك خدمناه معناتها السبيطار معناتها المستشفى الجهوي بالقصرين، مي ثما شكون طالبين معناتها يحبوا نفس الموديل هذاك نجموا نطوروا فيه، نجموا نعملوا حاجات ما خير تبقى لازم دعم. لهذه الغرفه ذاكره ذكيه جدا تقوم بفحص جسم الانسان وتسجيل توقيت دخوله الى القسم واحصاء عدد الوافدين عليها، اضافه الى تحويل كل المعلومات عبر تطبيقه بالانترنت الى كل الاطباء. الغرفة هذه كونكتي لشبكة الانترنت وبالتالي باش تساعد مسؤولية الصحة من دكاترة ومديري جهويين ومديري مستشفى باش يتابعوا حرارة الوافدين، كذلك عدة معناها دي ميزور اخرين كيما البوا كيما لوتور كيما وقت لاكسي باش يكون ان سيستيم ادا لا ديسيزيون مهم برشا بالنسبة لهم فيو اللي باش يعطيهم عدد الوافدين في كل يوم. غرفة لم تتجاوز قيمتها 3000 دينار عكست كفاءة وقدرة شبابنا على الابتكار والاختراع وبأقل الإمكانيات، وستقدم الإضافة حتما للمستشفى الجهوي بالقصرين لمجابهة فيروس كورونا.